اللهم صل على سيدنا محمد. أمحات طيبات كل اللي عندنا على هالمسطرة يا ابو نادر. شو معهم كمان؟ في عندنا كم شوال عدس وكرسنة، وظن بيه ثلاث شوالات جميل. الله يطرح لكم البركة. ما جمعتوا سمنة؟ في عندنا خمس مداهن، يعني بدك تقول 20 رطل. خلينا عند القمحات يا ابو نادر. ايه سيدي، عرطوهن بالسوق؟ سامهن حدا منكم؟ لا بالله، جيناك وما جينا على غيرك. هدول يا سيدي باخذهم منكم بسعر 20 رطل، وهي السوق معكم، واسألوا. قديش دفع لنا عليان؟ قرش الا ربع للرطل. بعناك يا ابو نادر، بعناك وتوكلنا على الله. تفضل سيدي، هاي عربوا الأمحات. خليهن لما تجيبهن لك. ما بصير سيدي، تفضل. ما انت راح تجيبهن، وبركب هالروحة جمعتوا لكم كم كيسة زيادة. وبالنسبة للسمن والجميد والإطاني، أنا برضو باخذهن بسعر السوق. بعناك، بعناك يا ابو نادر، عز الله ما حدا ياخذهن غيرك. أها، العاد يا ابو نادر، خلينا نسمي لك البضاعة اللي ودنا إياها، تحضرها إلنا، نروحها معانا ونجيب لك اللي عندنا من المرج. لوين رايحين؟ تتغدوا عندي. ودنا نروح نشتري رادو للدكانة، الربح زين من فضل الله. الله يزيد ويبارك، وإن شاء الله طلعتوا زكاته. ها؟ زكاة؟ زكاة إيش؟ أي مبلغ يا ابني بتربحوه، لازم تزكوا عنه. حتى الله يطرح لكم البركة ويكون رسمالكم وربحكم حلال. صدقني يا ابو نادر، هذه فاتتنا. لا ما فات شيء، انتوا بروحتكم بتحسبوا لي الربح، وانا بحسب لكم زكاته، وانتوا بتعطوه لقرايبينكم او اي ناس محتاجين من جماعتكم، واذا ما في بتعطوه لاي محتاج او فقير بتعرفوه. نورتنا بعلمك يا ابو نادر، كثر الله خيرك.